جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف صاد عين خاء له قضية مطولة. ملخص ما في هذه القضية أنه خطب من فتاة لكنها لا تحتجب الحجاب الشرعي وتلبس القصير، وحاول أن يقنعها بالحجاب وعدم السلام على الرجال غير المحارم باليد، لكنها لم تقتنع حتى الآن، ويخشى إن أتم الزواج أن يبقوا على خلاف ويرجو توجيه الشيخ صالح. إذا لم تقبل التوجيه وتمتنع من هذه الأمور التي لا تجوز، فإنه لا ينبغي له أن يتزوجها، بل يجب عليه أن يلتمس غيرها، لأنها غير محتشمة، ولأنها لا تتلائم معه في المستقبل، وإذا رزق منها ذرية وهي غير محتشمة وغير ملتزمة فإنها تؤثر عليهم. والمطلوب في الزواج اختيار الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين هي التي يطمع بالزواج منها بما فيها من الخير لنفسها ولزوجها ولأولادها، أما المتساهلة في دينها فهذه لا خير فيها ولا خير في الزواج منها. والواجب أن يلتمس الخاطب امرأة صالحة ويتحرى الزوجة الصالحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.